مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم والعاده كل يوم اثنين فقره اهل الراي لنتكلم فيها مع حضراتكم عن عناوين التحليلات والمقالات في الصحف الدوليه. النهارده هيكون معانا موضوعات مختلفه من صحف نيويورك تايمز واشنطن بوست ولوفيجارو وغيرها، واللي تناولت الازمه الروسيه الاوكرانيه، وده في ظل الصراع ما بين روسيا والناتو والاحتجاجات في بريطانيا وايضا الجرائم التي يمارسها جيش الاحتلال الاسرائيلي في حق الفلسطينيين في قطاع غزه، وايضا سباق الانتخابات الامريكيه معانا في عناوين بين ترامب وبايدن. كل الموضوعات هنناقشها مع حضراتكم بالتفصيل بصحبة ضيفنا الكريم اللي مشرفنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية زي ما أنا متعودة مع حضرتك، التوجه العام والمقالات والعناوين اليومية في الصحف الدولية فيما يخص طبعا روسيا وتهديداتها للناتو وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وأيضا الانتخابات الأمريكية اللي دلوقتي بقت في الصراع واضح جدا. عناوين كتيرة الحقيقة اتناولت يعني عدد محدود من القضايا عليها فوكس كبير جدا من كل الصحف. نعم. يعني طبعا الحرب في أوكرانيا أو العملية العسكرية كما تسميها روسيا، الانتخابات الأمريكية والسباق اللي يعني قدامنا لحد نوفمبر والاهتمام به من الصحف، كل الصحف الأوروبية تقريبا والصحف الأمريكية على حد سواء، أيضا بريطانيا وما يجري فيها من أحداث وتداعيات وتطور الأحداث بسبب ما يجري في غزة والعدوان الإسرائيلي وانتخابات فوز جورج جلوي في انتخابات روتشيدل. يعني أعتقد أن في حالة يعني حالة زخم كبيرة جدا حصلة. زيارة جانتس لواشنطن دون أن يحصل على تصريح أو إذن أو موافقة رسمية أو حتى ضمنية من رئيس سلطة الاحتلال نتنياهو، وبالتالي هو يخرج عن التقاليد ويخرج عن المألوف فيما يتعلق بالالتزام بالقرارات الحكومية واللوائح الحكومية، وأنه يلتقي بجيك سيلوفان اللي هو مستشار الأمن القومي الأمريكي ومشرعين أمريكيين. يعني وكاملة هارس سؤال لماذا؟ طبعا بالتأكيد يعني هو نوع من يعني من التهديد الأمريكي المباشر لي أن بايدن أن نتنياهو يستحوذ على ثقة أمريكا أو يحظى بثقة إدارة البيت الأبيض، أو أنه سيجبر البيت الأبيض على أن يسير في خط واحد في اتجاه واحد، وبالتالي الولايات المتحدة تدق ناقوس خطر لنتنياهو أن هناك بدائل لنتنياهو، خاصة أن استطلاعات الرأي الأخيرة بترجح كفة جانتس على نتنياهو بمسافات كبيرة جدا في استطلاعات أخيرة تمت من خلال أيام، ان رغبه الاسرائيليين في ان يكون هناك رئيس وزراء اخر غير نتنياهو قبل حتى نهايه، وتحديدا جانتس اللي بيلتقي ب يعني قاده كثيرين في واشنطن الان، وظهرت يعني نتيجه هذه اللقاءات ظهرت تصريحات مهمه جدا لكامل هاريس تتحدث عن ضروره وقف فوري لاطلاق النار، عبارات واضحه، مفردات واضحه جدا، الكلام عن ما يحدث كارثه انسانيه في غزه، عبارة أخرى أو تصريح آخر مهم جدا قالته كامل هاريس أيضا اللي هي نائب الرئيس الأمريكي، إن يعني لا مبرر ولا عذر لإسرائيل لإعاقة المساعدات. نعم. وده يعني من جديد علشان الاتهامات اللي قالتها إسرائيل قبل كده. أعتقد أن ما قالته هاريس كامل هاريس يعني يفضح سياسات وتعنت نتنياهو وسلطة الاحتلال تجاه المساعدات وتجاه الفلسطينيين في غزة. نعم، احنا كنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت عن ان في نسبة لا بأس بها من الشارع الإسرائيلي مستعد لإجراء الانتخابات وتغيير الحكومة. صحيح. قبل نهاية الحرب في غزة، وكنا برضو بنتكلم قبل الفاصل مع حضرتك عن فكرة انه الإعلام الأمريكي يتحدث بصورة مختلفة عن ما تقوم به إسرائيل. كنا نشوف CNN عملت تقرير مهم امبارح عن المعاناة. خلينا نروح مع حضرتك لأول عنوان معانا ونناقش ما يتحدث فيه العالم، واشنطن بوست، ويقول بوتين يهدد بالرد النووي إذا تم إرسال قوات الناتو لمساعدة أوكرانيا. هل تتوقع إزاي رد فعل واشنطن بوست لتصريحات الرئيس الروسي بوتين بالتلويح باستخدام السلاح النووي في حالة إرسال الناتو للقوات في أوكرانيا، خاصة أنه هو في المقال استخدم مصطلحات واضحة أنه لدينا أسلحة ويمكن ضرب أهداف على أراضيهم، محذرا من عواقب مأساوية. بالتأكيد طبعا ليس أول تهديد يطلقه الرئيس بوتين، وهو على بعد أيام من الانتخابات الرئاسية اللي هتجري في 15 ل 17 مارس، فخلال أيام سيكون هناك يعني، وبالتالي أعتقد أن هذا الخطاب أولا هو خطاب هو موجه للخارج وهو موجه للداخل الروسي أيضا. الخطاب أذيع في
الميادين وفي دور السينما وفي على لوحات الإعلانات وقنوات الرسمية، وحضروا يعني ممثلين لكل القوى في روسيا ومن كل الأعمار في روسيا، وعسكريين ومن المجلس يعني الدوما، لأنه كان خطاب مفاوض فيه يعني للشأن الداخلي الروسي، ولكنه هو الحدث هو خطاب عن 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 الحالة العامة للبلاد، وهو خطاب يعني بروتوكول سنوي تقريبا. لكن خلينا نقول ان مهم ايضا ان هو يوجه للاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه تحديدا في نفس الوقت رسالتين، رساله انه منفتح على الحوار مع الولايات المتحده، ولكن ليس بهذه الطريقه، وليس على حساب بلاده، وليس على حساب نفوذ الاتحاد او حلف النيتو او حلف الاطلسي الذي يمتد ويتمدد شرقا في اتجاه روسيا بما يهدد الامن القومي الروسي. هذه كانت الرساله المزدوجه. ايضا انضمام فنلندا وانضمام السويد الى حلف النيتو هو يرى انه يمثل تهديد وخطر، ولذلك هو يقرر ويعلن انه سيعزز من التواجد العسكري والقوات العسكريه الروسيه الموجوده في غرب البلاد لمواجهه هذا التهديد من وجهه نظره التهديد المحتمل. وبالتالي هو وجه رساله يعني هو يعني ايه بنقول، هو استخدم مصطلحات واضحه، هو بيجيب من الاخر زي ما بنقول احنا بلغتنا المصريه. هو يقول لهم لدينا سلاح نووي قادر على الوصول الى كل الاهداف في اراضيكم، ده اولا. ثانيا لدينا صواريخ فلديها بقدرات نوويه تفوق سرعه الصوت. والحقيقه ان هم استثمروا في السنوات الماضيه كثيرا في الصناعات والصناعات الدفاعيه. وكمان يعني اعتقد ان جزء من الخطاب هو خطاب سياسي باعتباره مرشح رئاسي ولديه انتخابات قادمه خلال ايام، ايضا استغل الفرصه ويتحدث عن ما حققته روسيا من انفراج اقتصاديه هذا العام مقارنه بالعام السابق من ناحيه ثانيه، يتحدث عن ضخ استثمارات في البنيه التحتيه وفي التعليم وفي التكنولوجيا الرقميه وحفاظا على الحفاظ على البيئه، مشروعات صديقه للبيئه، تحدث كثيرا وفند كثيرا، ولكنه في نفس الوقت يقدم نفسه كرمز تاريخي لروسيا لاستعادة أمجادها مرة تانية أيا كانت الدوافع. وهنا وجه حتى للقوات الموجودين وبيحاربوا في العملية العسكرية أن لا أحد منهم سيخون، ولا أحد منهم سيبيع، ولا أحد منهم سيتراجع. كانت اللهجة واضحة قوية محفزة محرضة، يعني مستدعي فيها كل المجد الروسي القديم. هو خطاب متوازن ايضا يا استاذ اسلام، يعني من كلام حضرتك انه يطمئن الشارع الروسي، وفي نفس الوقت زي ما حضرتك بتقول انه يتحدث طبعًا عن قوه طبعًا الدوله الروسيه سواء كانت عسكريه او اقتصاديه. طيب خلينا نروح لعنوان ثاني مع حضرتك وملف اخر لا يقل اهميه من صحيفه الاندبندنت، ونقرا منها عنوان سوناك يحذر من حكم الغوغاء اذا لم تتمكن الشرطه من السيطره على الاحتجاجات. حضرتك شايف زي تطرق الصحيفه لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني بشان حمله على الاحتجاجات، حيث تعهد بالقيام بكل ما تطلبه الامر لحمايه الديمقراطيه او ديمقراطيه بلاده. كنت بتكلم مع حضرتك قبل الفاصل انه ما الذي يحدث في بريطانيا، خاصه انه مصطلح حمايه الديمقراطيه لم يستخدمه سوناك فقط، ولكن استخدمه وزيره الداخليه. اذا ففي حاله من مش عايز اقول ارتباك، ولكن ما الذي يحدث لا في الشارع؟ في حاله تحفز وفي حاله تحريض من يعني سوناك وحكومته تجاه المظاهرات اللي حصلت في غزة بسبب الأحداث في غزة. نعم. مظاهرات تخرج تأييدا لفلسطين، المطالبة بتحرير فلسطين من الاحتلال، المطالبة بوقف إطلاق فوري للنار. على مدار أسابيع طويلة مضت في الويك إند، في الأجازات الأسبوعية، الحشود والتجمعات والمظاهرات حاضرة ومشهد اعتادت عليه لندن أسبوعيا. هذا المشهد مزعج من الارتباك والخوف لدرجة أنه ارتباك. وزير العدل الإنجليزي بدأ ارتداء سترات طعن، يعني في حالة من حالة من الخوف. وهنا سماها حالة من التخويف والترهيب، استخدم المصطلحات دي سوناك، وبدأ يصدر للشارع البريطاني أن هناك ما يسمى بتهديد للديمقراطية والقيم البريطانية، وأن هناك ما يهدد المؤسسات المنتخبة خاصة البرلمان مجلس العموم، فيما سواء في اجتماعاته في مقره أو حتى النواب نفسهم في منازلهم. كانت هناك احتجاجات أمام منازل النواب، وهنا تصاعدت حدة الانتقادات من جانب رئيس الوزراء البريطاني في هذا الأمر تحديدا، وشرطة وطالب الشرطة أن هي تستخدم صلاحياتها كاملة، وده نوع من
يعني التحفيز والتحريض إذا جاز التوصيف يعني للشرطة أن تتعامل بقوة مع هذه المظاهرات ومنعها. وصدر بروتوكول بالفعل، بروتوكول يعني يتكلم على ضرورة حماية هذه الأماكن الديمقراطية والتي نمارس فيها ديمقراطيتنا، وضرورة حماية المقار والمؤسسات العامة، وأن يتم تعريف جديد لمسألة التطرف، لأن صدر قانون من أكثر من 10 سنوات فيما يتعلق بمفهوم التطرف. الآن يتم تعريف التطرف بمفهوم جديد أكثر تقييدا للمظاهرات. تقييد للمظاهرات، تقييد الاحتجاجات فيما يتعلق بالقضايا السياسية أو محاصرة الأماكن العامة أو المؤسسات الديمقراطية زي ما قلنا. وبالتالي ده كتير خايفين أو بيروا أن ده تراجع عن الديمقراطية وممارسة حقوق، حق حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر، وهذا حق مدني مكفول بحكم القانون وبحكم الدستور. ولكن طب هل ده ممكن يحدث مزيد من الصدام بين الشارع والحكومة؟ أقول لحضرتك نتيجته. نتيجة ده منذ أيام جرت انتخابات في روتشيدل، بعد ما تنحى النائب لويد اللي هو العمالي، النائب العمالي الشهير. فجرت انتخابات، حزب العمال يعني سحب دعمه لأزهر علي وهو أحد رجالات هذا الحزب، بسبب تصريح له على أحداث غزة بأن سلطة الاحتلال بتهاجم، سلطة الاحتلال متورطة فيما يجري في غزة مع حماس، أن هناك تواطؤ من سلطة الاحتلال مع حماس. ده اتهام قاله، وبالتالي عوقب بسحب دعم حزب العمال له. فانتصر مين؟ جورج جلوي. جورج جلوي معارض قوي جدا 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 للحرب العراقية، وكان ضد الحرب ضد العراق، وبالتالي تم طرده من حزب العمال. هذا الرجل عاد من جديد وينتخب يعني بأصوات كاسحة، وإن المدينة فيها أصوات إسلامية كثيرة جدا دعمته، وده سبب قلق إضافي لما يجري من مظاهرات. وبالتالي هناك حالة قلق كبيرة داخل بريطانيا مما يجري على الأرض. هناك حالة احتشاد، وهناك حالة تحفيز، وهناك حالة تحريض متبادلة. وأعتقد أن سوناك بيستخدم كل قوته كرئيس وزراء في أنه يسيطر على الوضع فيما يسميه حماية السامية، عدم التعرض أو معاداة السامية فيما يسميه، حتى لو جاءت على حساب الديمقراطية والقيم الديمقراطية البريطانية. يعني ده مصطلح مهم جدا من حضرتك، انه ريتشي سوناك كيف يفكر الان في وعلى يعني على سيره ما يحدث في غزه، او على سيره ما يقوم به سلطه الاحتلال الاسرائيلي. ده يقودنا مع حضرتك لصحيفه لوفيجارو الفرنسيه، ونقرا منها عنوان شغب الجوع في غزه، الجيش الاسرائيلي متهم باطلاق نار على الحشد. حضرتك شايف ازاي رصد الصحيفه لجريمه جيش الاحتلال بالعدوان على الفلسطينيين واستهدافهم اثناء تجمعهم لتسلم المساعدات، خاصه ان هذه الصحيفه في لغتها يعني والحديث عن لغه الصحافه هي كيف يفكر اساس او كيف تفكر الدوله، استخدمت مصطلح الجيش الاسرائيلي متهم، وايضا تحدثوا في متن المقاله عن مقتل 100 شخص واصابه 700 300 الف شخص لا يزالون يعيشون في انقاض المدينه. وصف ما يحدث وقت تسليم المعونات الغذائيه الطبيه ب يعني الوصف الدقيق. إسرائيل استخدمت أيضا مصطلح نهب الشاحنات وسيطرة العصابات على أحياء بأكملها. إذن فهناك توضيح لما يحدث من الجانب الفرنسي لما تقوم به إسرائيل، أو ما يحدث على أرض الواقع. يعني وجهة نظري أن العنوان نفسه في انحياز لسلطة الاحتلال، فكرة أن شغب الجوع وكأنهم يعني لا يصف أو ليس توصيف دقيق لما يجري على الأرض. ما جرى على الأرض أن هناك 30 شاحنة الأهالي يتسابقون نحو الشاحنات. من يتسابق نحو الشاحنات ليحصل على القوت ويحصل على الغذاء ويحصل على الدواء بالتأكيد لا يمكن أن يمثل تهديد. الصحيفة تتحدث عن السردية الإسرائيلية هنا بأن قوات الاحتلال شعروا بنوع من التهديد من القادمين المحتشدين الذين يحاصرون الشاحنات، وبالتالي أبرياء عزل مدنيين. كيف تهديد من عزل؟ يعني الناس يعني جوعة محاصرون ومهددون بالموت، أطفال بتموت من الجوع، وبالتالي تم فتح النار. اللي أنصف يعني من تناول هذا الحدث بنوع من الموضوعية الشديدة الحقيقة كانت وول ستريت جورنال، لما قالت إن قوات الاحتلال تفتح النيران على حشود المساعدات. ده التوصيف الدقيق، لكن ما تقوله لفيجارو هو عنوان مراوغ سياسي يحاول أن يمسك العصا من المنتصف، نوع من الانحياز
نوع من يعني من عدم الموضوعيه في تناول الحدث. لكن حضرتك مره اتكلمنا يعني انا وصلت فكرة حبيب، بس حضرتك كنت مره قلت ان هناك تغير في لغه الخطاب من الصحف الدوليه، كيف تقراها وهي تزداد وتيرتها؟ وصححني. لا يعني هناك حالات من التغطيات لا يكون فيها الانصاف كافي ولا يكون الموضوع كافي، هي تحاول ان تقلل من وطاه ما يحدث على في الاراضي المحتله، ولكن هناك اخرين يتحدثون بلغه الحقيقه والحقائق والموضوعيه، زي ما قلت لحضرتك وول ستريت جورنال طرحت الموضوع بشكل واضح وبالفيديوهات، وبالتالي هنا التناول لا التناول مختلف، التناول هنا منحاز او يمسك العصا من المنتصف، هنا التناول واضح يعني ينحاز للحقائق ويطرح الامر بموضوعيه شديده، وده طبعا هيظل موجود طول الوقت. يعني احنا لن نكسب المعركه في كل الصحف وفي كل التغطيات وفي كل التحليلات، هناك ضغوط على الصحف وهناك ضغوط على الصحفيين، وايضا الصحفيين يعني اللي بيحصل في بريطانيا نموذج ان تخرج مظاهرات فيتم اصدار بروتوكولات لمنعها واصدار مفاهيم جديده للتطرف لمنعها ومحاسبه من يخرجون ومن يحتجون ضد النواب او كذا، فالامور العجله تدور دائما، ولكن يعني نحن نراهن دائما على الضمير الانساني والضمير العالمي في طرح الحقائق وطرح الامور. الحقيقة. نعم، يعني حضرتك بتقرأ ما بين السطور في العنوان حتى نفسره أكثر وبشكل أبسط طبعا للمشاهد الكريم. خلينا ننتقل مع حضرتك لعنوان آخر وقضية أخرى مهمة جدا من جريدة نيويورك تايمز، ويقول الناخبون يشككون في قيادة بايدن ويفضلون ترامب حسب ما أظهر استطلاع التايمز. هنا أستاذ إسلام، حضرتك شايف إزاي يعني ما رصدته نيويورك تايمز في الاستطلاع، خاصة أنه في متن أيضا هذا المقال تحدث أن 47% من الناخبين الأمريكيين لا يوافقون على سياسة بايدن، وأن بس واحد من كل أربعة يرى أن بايدن يسير في الاتجاه الصحيح، ده غير طبعا أنه من الائتلاف الديمقراطي النساء والناخبين أصحاب البشرة السمراء بالحزب الديمقراطي هناك أيضا تراجع في التصويت له. نروح للحدث الأساسي اللي هو كان ولاية ميتشيغان، وإن فيها أكبر تجمع، واحدة من أكبر التجمعات العربية والإسلامية، والتي صوت صحيح بايدن فاز في هذه الانتخابات، ولكن أيضا وصلته أصوات معارضة واحتجاجات واضحة في بطاقة الاقتراع، يتم طرح الأسماء التي سيتم التصويت عليها أو الاقتراع عليها، بايدن وترامب. ميتشيغان تعطي فرصة للناخب في خانة ثالثة جنب الاثنين المرشحين، الخانة الثالثة بتقول غير ملتزم. غير ملتزم حتى لو أنت ديمقراطي، 13% اللي هم ما يمثلوا أكثر من 100,000 من الأصوات في ميتشيغان قالوا إحنا غير ملتزمين، وبالتالي هم لا يؤيدون بايدن. بايدن في 2020 أو ترامب في 2020 حصل على 97% من الأصوات، أو 97% من الأصوات اللي راحت لبايدن في 2020 قالوا إن إحنا سوف نصوت لترامب، أنا آسف، 2020 ترامب 97% من الأصوات اللي راحت له هتصوت له مرة تانية. في حين إن تراجعت الأصوات اللي هتروح لبايدن تراجعت بنسبة بقت 83%، 10% من أصوات بايدن حسب الاستطلاع ذهبت إلى ترامب في الاستطلاع الحالي، وبالتالي الشعبية تتراجع، وبالتالي هو يحاول ان هو لذلك هو يتحدث عن غزة الان بلهجة مختلفة ومفردات مختلفة. موقف الامريكي واستقبال ادارة البيت الابيض لجانتس كنوع من يعني رسالة واضحة لنتنياهو بانه لا يحظى بالدعم الكامل والثقة الكاملة كما كانت الامور في البداية. يعني اذا الموقف يعني الضاغط على بايدن يجعله يتصرف بشكل مختلف عما جرى في الايام الماضية في حالة من التعامل. المساعدات العسكرية الأمريكية والإنزال الجوي للمساعدات العسكرية الأمريكية، 38,000 وجبة ساخنة قامت القوات الجوية أو ناقلات شحن جوية أمريكية للأهالي في غزة، وده يؤكد مقولة تانية اللي احنا برضو لازم نأكد عليها تاني. معنى كده أن في إعاقات إسرائيلية وفي تعنت إسرائيلي في دخول المساعدات مرة جديدة. نعم، هو المشهد بيتضح كل يوم عن اليوم اللي قبله، ودورنا في قراءة الصحف العالمية. كنا لسه بنتكلم مع حضرتك قبل الفاصل انه كيف تعرف او حتى تفهم كيف تفكر الحكومات والسياسات، احنا هنا دورنا ان احنا نقرا الصحف العالميه لحضرتك ولحضرتك ونبسطها بشكل اوسع واكبر لقراءه ما بين السطور لفهم كيف يفكر وكيف يتحدث العالم. ودي كانت الحقيقه نهايه فقرتنا مع حضرتك النهارده في اهل الراي، الكاتب الصحفي الاستاذ اسلام عفيفي، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا. شكرا.